السوداني بالنسبة للرجل، حنتحدث عن الزي السوداني بالنسبة للمرأة، لكن بعد فاصل. يا أهلا وسهلا متابعينا مرة ثانية في صباح العيد والصباحات الجميلة، والله يجعل كل أيامنا يا رب خير وسعادة وسرور. حنطلع الآن أيضا محطة خارجية مع الزميل نادي فاروق وراجع لكم مرة ثانية، خليكم قرب. نعم، شكرا جزيلا مودة، وتحية لكم أيها المشاهدون الكرام، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين، عيد مبارك علينا وعليكم. نحن على الهواء مباشرة من هنا من الصحافة التي تحتفي كما كل بقعة من بقاع السودان الحبيب بهذه المناسبة الطيبة. مودة هي ذات الملامح في كل القرى وفي كل الميادين، وكذلك الحضر هي التي تشرئب نموا وفرحا وازدهاء بهذه المناسبة الطيبة. وكما السودانيين درجوا دائما في مسألة الإلفة والترابط أن يكونوا في بوتقة واحدة، خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، للبيت الكبير يعني طعم خاص، وللبيت الكبير كذلك مكانة خاصة عند الأسر السودانية. يجتمع الناس كبارا وصغارا في هذا اليوم طبعا في البيت الكبير. نحن سعيدين أن نكون في معية واحدة من الأسر السودانية العريقة، دخلنا إليهم سرورا وترحابا، وهي ذات الملامح من خلال مسألة الذبيح وكذلك الحضور الصغار والكبار. سنتعرف عليهم من خلال هذه المداخلة، ومن ثم ندرج معهم كثير من مدارج الحوار. لذا أنا سعيد أن ألتقي في بداية هذا اللقاء بالأخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بخير. عباس البحر، مرحبا بك عباس. الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يسلمك. انت طيب؟ وانت طيب، القابله كده على امان ان شاء الله. ونسال الله انه العيد يعم على كل الشعب السوداني بالخير والرفاه. نعم. يا عباس، عرفنا على الاسره الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. عمنا وعميد الاسره احمد علي البحر، وديل احفادنا، وافضل كل واحد يقول اسمه شنو بنفسه يعني. طيب عرف نفسك. طيب. معنا منو يا بطل؟ وليد خالد احمد علي. وليد، مرحبا بك يا وليد. معنا منو؟ وليد احمد عبد الله. وليد احمد عبد الله، مرحبا بك. معنا منو؟ محمد احمد عبد الله. محمد احمد عبد الله. طيب، معنا منو؟ منذر احمد عبد الله. منذر ثاني؟ احمد خالد احمد. احمد خالد احمد. علي البحر. طبعا دايلا هم الاطفال، والاطفال بده نكهه خاصه وميزه خاصه للعيد السعيد. عباس، يعني لو جيتنا جاي عباس عشان ما نحن في حي الصحافة، مش كده؟ أيوة، في حي الصحافة يا مربع 31، ومعنا محمد ابن عمنا وسيف، وعمنا إبراهيم البحر، وعلي، وعمنا عبد الله الملك، وكل الأسرة يعني متجمعين اليوم أول يوم في العيد. كالعادة بنجي دائما إنه نعيد هنا شنو في الصحافة. نعم، درجتوا على المسألة. أيوة، درجنا على من يعني سنين طويلة يعني. وان شاء الله حنستمر في القصه دي ان شاء الله. شنو نسال الله انها ما تتقطع وتكون دائمه يعني ان شاء الله. عباس، يعني الان في ظل هذه الظروف الاقتصاديه وكذلك في ظل جائحه الكورونا، كل المسائل دي ما كانت هي سبب مباشر في انه الناس تبعد هذه الايام، خاصه هذه الايام؟ والله طبعا يعني هي الجائحه شنو يعني هسه هو الحاصل انه برضه في تباعد، يعني برضه ما زي زمان، يعني الاسره كان اوسع من كده، فهسه يعني قسمنا على 2-3 على اساس انه نحافظ على شنو؟ برضه نحافظ على النظام اللي احنا اصلا مستمرين عليه يعني. لكن الحمد لله، ونسال الله انه يبعد عننا هذه الجائحه والناس تتلم زي زمان ثاني. ان شاء الله ان شاء الله. طيب عباس، حنرجع لك ثاني، لكن نمشي برضه لامنا وحبوبتنا الكبيره. مرحبا بك، كل سنه وانت طيبه ان شاء الله. انت طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نعين على الكاميرا هناك، نقول للمشاهدين كل سنة وانتم طيبين. وكل سنة وانتم طيبين. والأمين طيبين. عرف محمد الحسن زوجة أحمد البحر. أيوة. وده عباس ابن عوض
جاي في مكان أبوه توفى. يا كان أبوه زمان بيجي هنا بيطبخ وبيحضر الكرامة معانا حتى نمشي أعمل الضحية حقته وكده. والحمد لله تأمين ولأمين ونحمد الله وديل أحفادنا ونحن من أوائل الصحافة. من أوائل الصحافة. الأسرة العريقة في الصحافة. من الأسرة العريقة في الصحافة. الحمد لله. يعني حج عرفة قبيل العيد كان مختلف من هسي؟ أيوة. زمان كلهم كان بيتجمعوا في البيت الكبير هنا. أيوة. من زمن حبوبتنا الله يرحمها تجي من الشمالية تعيد معانا وكده. هسا الزمن اختلف والكورونا وكده. هسا في أي لكن ما شاء الله اتقسمنا واحدين في أسرة محمد علي البحر في الديق وتاني نحن هنا عشان الكورونا والتجمع وكده. خصوص الذبيح والأطفال كده في العيد الصورة دي هي راسها. الحمد لله كويسين ونحمد الله إن شاء الله كل سنة وانتو طيبين وانتو طيبين وتامين ولامين يا رحم الراحم. ده محمد الكبير الكبير محمد الكبير وإن شاء الله وليلة وليد وليد ده مسملين على الوليد الله يرحمه ويغفر لهم ان شاء الله. ان شاء الله يرحمه ويغفر لهم. خيرك يا حاج عرفه. ان شاء الله الحمد لله خيرك. برضه نحن بننتقل من خلال اللمه المختلفه ايها المشاهدون الكرام والعيد السعيد الذي يجمع كل الاسر في رحاب من المحبه والموده. وطبعا التالف والترابط السمه الكبيره و لكل أسرة عمود وعمود البيت دائما بيظل الركيزة الأساسية والركيزة الكبيرة. نحن بنرحب بعمنا. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وانت طيب. انت بالصحة والسلامة. ان شاء الله من العايدين بالصحة والسلامة جماعة ان شاء الله. الله يكرمك. يا كيف صحتك انت؟ والله نحمد الله الحمد لله. نحمد الله. العيد مناسبة طيبة ما شاء الله. الليلة أحفادك وكل الأسرة مجمعة الليلة. الأسرة كلها الليلة مجمعة هنا عندك. الأسرة؟ أيوة كلهم جل الأحفاد والأعباب والخيلان كلهم. الله ربنا يديهم العافية كل الجميع. إن شاء الله يطول في عمرك. ربنا يديهم العافية والحمد لله رب العالمين. أيوة. شكرا جزيلا كتر خيرك. بارك الله فيكم. كل سنة وانتم طيبين. جزاكم الله خير وربنا يكرمكم. الله يعافيك. طبعا عمود الأسرة هو اللي يظل. أنا حمشي لعباس برضو عشان ما يكلمنا لسه للأسرة عشان بنجيه تاني. عباس عمود الأسرة. ده عمنا طبعا ربنا يديه الصحة والعافية واللمبة كلها عنده والحمد لله يعني بخير ويعني بنجي دائما هنا عنده شنو نتلمى دائما يعني. نعم. وده ولده الكبير محمد. طيب شكرا عباس. نحن حننتقل يا ماو. واحد معانا برضو من الأعمدة العلمية المهمة دكتور إبراهيم هو كان عميد كلية الزراعة بجامعة الخرطوم. إحنا بنرحب به وترحيب كبير جدا كواحد من الأعمدة. كل سنة أنت طيب إن شاء الله. بالصحة والسلام إن شاء الله. أول حاجة أصحح المعلومة هي مش جامعة الخرطوم. أنا كنت في كلية الغابات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وهسه في المعاش. ما شاء الله. كل سنة أنت طيب إن شاء الله. بالصحة والسلام بارك الله فيك يا أخي. الله يعافيك يا أخي. يعني الزراعة واحدة من الأعمدة المهمة جدا اللي نحن يعني لازم نركز عليها في الفترة الجاية. بالتأكيد وكان مفروض نركز عليها من بدري خالص لكن شاءت الظروف أنه الناس تتعلم من تجاربها بعد ما تأخذ ضربة ضربتين على رأسها تعرف الحقيقة بعد ذلك بترجع للواقع. لكن هي كانت معروفة من بدري وبس الناس ما مركزين عليها. لكن من الآن فصاعدا أنا حاس بأنه المجتمع كله حتى يعني الناس اللي في الشارع عرفوا بالضبط قيمة الزراعة بالنسبة للسودان بالذاته شنو يعني عرفوها. وأنا أسأل الله أنه يعني يستمروا ويبذلوا مجهود في الناحية دي لأنها هي الزراعة زي ما بسموها حسا البترول الحقيقي لجمهورية السودان. طيب دكتور أيضا حال الغابات اليوم يحتاج إلى وقفة كبيرة جدا من خلال الجهود المعنية. أكيد والله لأنه الغابات طبعا فيها مشاكل بحيث لأنها
بتتداخل مع المراعي وبتتداخل مع الزراعة الآلية، ولذلك بيكون في مثلا هجوم من الغابات على المراعي وهجوم من الزراعة الآلية على الغابات وهجوم، يعني داير لها شوية وقفة وعايز لها شوية يعني قوانين مؤكدة وعايزة توعية، بحيث أنه الفئات الثلاثة المزارعين والرعاة والغاباتية يلتزموا التزام جاد بما يصل إليه القانون المفترض يعملوه. وأنا أفتكر لو بقت في يعني عملية بتاعت شكل ندوة أو مؤتمر أو حلقة نقاش بين الفئات الثلاثة دي، بالإضافة إلى الخبراء من المناطق الثانية من الجهات الثانية ذات الاختصاص يعني اللي لها علاقة بالفئات الثلاثة دي، وصلوا لقواعد محددة وقوانين محددة والتزموا بها، العملية بتمشي سليمة وتمشي صح وتمشي مضبوطة إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب يا دكتور. بالصحة والسلام، وبارك الله فيك يا أمين. السودان ينعم بالرفاء والتقدم إن شاء الله. أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك، بارك الله فيك. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم. دي كانت محطتنا أيها المشاهدون الكرام، أعود إليك مودة، ونحن نجوب لنهني ونبارك وكذلك لتشارك قناة الشروق مع الأسر السودانية في هذا الصباح مع يعني مختلف العوائل والأسر كذلك. أعود إليك مجددا لنلتقي في محطة قادمة إن شاء الله. شكرا لك زميل ناجي فاروق على المحطة الجميلة، وتحايا طيبة لأهل الصحافة وأهل خرطوم وأهل خارج الخرطوم وحبايبنا السودانية داخل وخارج السودان. ومرة ثانية كل سنة وانتم طيبين، والقابلة على أمانكم.